أنا عبد الحميد محمد الأفغاني، بعمل في مجال التحف الشرقية، يعني أبا عن جد، يعني كلها هاي مهنتنا من عزم أجدادنا لحد هلأ، وهلأ أحفادنا اللي عم بيشتغلوا فيها، والحمد لله يعني شغلنا يعني متميز عن الطابع، نعطيه الطابع الأردني الممتاز، ونحاول نشجع الصناعات الوطنية الأردنية. احنا بازار الافغاني كان بالاصل كان موجود بيافا من حوالي 1912 1913، سنه 49 او 48 بالفعل اجينا عند اخواننا بالسلط. احنا كانت علاقتنا بالسلط من زمان، يعني علاقه جدي وجدي يعني بيافا والسلط، فاجينا عند اخواننا بالسلط وفتحنا اول محل بالسلط بشارع الميدان. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد عبد الحميد الأفغاني. بداية يسعد مساك. أهلا فيك. في البداية أستاذ عبد الحميد، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا عبد الحميد محمد الأفغاني، بعمل في مجال التحف الشرقية، يعني أبا عن جد، يعني كلها هاي مهنتنا من عزم أجدادنا لحد هلأ، وهلأ أحفادنا اللي عم بيشتغلوا فيها، والحمد لله يعني شغلنا يعني متميز عن الطابع، نعطيه الطابع الأردني الممتاز، ونحاول نشجع الصناعات الوطنية الأردنية، زي شغل مثلا مادبة، زي شغل السلط، في شغل عندنا مثلا نجيبه من جرش، بنحاول يعني نشمل تقريبا الأردن من شمالها لجنوبها بصناعاتها، من ناحية صناعة الخناجر، من ناحية صناعة الرمل، من ناحية صناعة الفخار، من ناحية صناعة الأملاح، يعني بنحاول نكون من نشمل الأردن في كل شيء، في الموجودات الموجودة عندنا. يعني لو إجا أي ضيف بده هدية مثلا لأي منطقة في الأردن، بكون عندنا طابع منها، بكون عندنا قطعة منها، بكون عندنا تسويق إلها. نعم بالتوفيق. بس تحكي لي أكثر عن بدايات بازار الأفغاني. أنتم متى أسستوا هذا البازار وليش اتجهتوا تأسيسه هون بالمول؟ إحنا بازار الأفغاني كان بالأصل كان موجود بيافا من حوالي 1912 1913، سنة 49 أو 48 بالفعل اجينا عند اخواننا بالسلط. احنا كانت علاقتنا بالسلط من زمان، يعني علاقه جدي وجدي يعني بيافا والسلط، فاجينا عند اخواننا بالسلط وفتحنا اول محل بالسلط بشارع الميدان فتحناه، والحمد لله بعدين صارت السياحه في الاردن اكبر، فتحنا الفرع الثاني لنا في عمان عند وسط المسجد، عند المسجد الحسين وسط البلد هناك، وبعدين الحمد لله صرنا ننتشر في الجبال، يعني صارت أولادنا، صرنا إحنا، صرنا أحفادنا،
وصرنا ننتشر في باقي يعني عمان، يعني حاولنا نركز دائما احنا على عمان كلنا. بالتوفيق. بس تعرفني بالتفصيل على اهم الخدمات والاصناف اللي انتم عم بتوفروها هون. احنا بنتعامل مع الاصداف، بنتعامل مع خشب الزيتون، بنتعامل مع التطريز، بنتعامل مع الرمل، بنتعامل مع ملاح البحر الميت، بنتعامل مع الدروع، بنتعامل مع يعني الشغلات التكريميه، نتعاون مع ارمات المكاتب، ارمات المنازل، النحاسيات، الفضة بشكل خاص برضو في عنا الفضة هاي، بعدين أي ثروات أردنية تقريبا من حابل نحطه عنا في المحل. نعم، بس أصلا شو الأشياء اللي أنتوا عم بتصنعوها؟ تحكي لي أكثر عن المنتجات المصنعة عندكم. يعني إحنا شوفي بجوز نكون مصنع، يعني مثلا أنا بدير مثلا بصنع عند واحد الخشب، بصنع عند واحد التطريز، بصنع عند واحد الرمل، بصنع عند واحد الكذا هيك، بس أنا بكون في تحت إشرافي لهذا، لأن إحنا ما بنقدر نكون لتصنيع كل إشي ونبيع كل إشي. نحاول إن نصنع ونشغل ونجمع بالآخر نبيع إحنا في محلات. نعم، بس شو اللي عم بيميزكم عن الشركات الثانية؟ والله الصدق والأمانة والإخلاص، لأنه بعدين توارث لهذه المهن هذه عندنا إحنا إياها. بعدين احنا بنحفر على يعني على الهدايا، اي هديه واحد باخذها من عندنا بنحفر له عليها، فبتاخذ طابع مميز اكثر زي هيك. نعم. وبعدين الجوده، يعني اي واحد تقول له الافغان بيعرف انه هاي جوده جيده بتكون. ما هي رؤيتكم المستقبليه؟ انتم شو حابين تعملوا لقدام؟ والله الحمد لله، يعني بنحاول احنا دائما ان نتمدد، لانه العيله عندنا برضه بتكبر نفس الشيء، يعني نتمدد وننتشر في عمان كلياتها، واذا صح لنا يعني خارج عمان برضه ما بنقصر. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ بكون شرف كبير 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 أن نلتقي مع الملك عبد الله الثاني، لأنه أجدادنا التقوا مع الملك عبد الله الأول، وكان عمي شاعره شاعر الملك عبد الله الأول، وإحنا هذا فخر لنا أن نلتقي فيه، وبنشكره على الجهود اللي بيسويها للأردن، بيسوق لنا الأردن عماله في كافة قطاعاته، بسوق لنا اياها عشان يزيد من الاردن ويزيد التنميه الموجوده فيها. نعم، بس اكيد انت في حدا ترك بصمه بحياتك واعطاك الدافع لوصلت لهي المرحله اللي انت فيها حاليا، فانت لمين بتحب توجه رساله شكر عبر برنامجنا؟ والله لابائنا واجدادنا، لانه كانوا يحطونا من احنا صغار في المحلات ويحاولوا يشربونا الصنعه تشريد. الحمد لله، وبشكر الكل، وبشكر يعني الزبائن، بشكر برضو بشكر أهل الأردن، بشكر المغتربين، بشكر السياح اللي بيجون على الأردن، لأنهم هذول حافز قوي لنا. نعم، كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقعكم وطرق التواصل معكم؟ إحنا أكثر شيء مكة مول عندنا هون، وفي عندنا في الجاردنز برضو، في الجاردنز في محل لنا، في وسط البلد عندنا المحل الأول والأساسي اللي تأسسنا يعني الأفغاني في عمان، هو وسط البلد. ما زال محلنا الحمد لله موجود، والزباين اي وقت بدهم هذا، وفي اخواني برضه افرع ثانيه يعني موجوده في مناطق ثانيه كمان. شكرا لك. الله يبارك فيك. وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين، نود ان نشكر السيد عبد الحميد الافغاني على حسن استضافته لنا، وعلى امل اللقاء بكم مجددا. نورت هاستنا، يسعد مساك، وشكرا لك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.